صباح الورد يا عمان والأهالي عمان. صباح الخير لكل واحد دائماً عم بفكر إنه ممكن يكون أكثر إيجابية، ممكن يكون عم بيساهم بنشر محبة سلام. مرات نفكر هاي المصطلحات كبيرة وما بنفكر إنه ممكن كل واحد فينا في مكانه يكون عم بيشكل بؤرة تغيير وبؤرة سعادة في مجتمعات بتكون بتحيط فيه. لتكون أنت سبب للسعادة وتكون عم بتشارك فيها، ما عليك غير تكون مع Out and About، لتكون عم بتشارك مجموعة من الأنشطة المختلفة مع أكثر من 8000 شخص عم بيشتغلوا على أكثر من نشاط ليرجعوا يحكوا إحنا بنقدر نكون أكثر سعادة ونعيش في مجتمعات أكثر أمناً وسلاماً. لنحكي أكثر عن المبادرة، بسعدنا يكون معنا يعني مؤسسين المبادرة بشار حداد. صباح الخير. صباح الخير داليا بشناق. صباح الورد إليك، اهلا فيكي. وكمان رامي دوري، صباح الخير لك رامي. صباح الخير، يعني نورتونا واحلى وسهلا فيكم. خليكي يعني انا بلش من عندك بشار، يعني لما نحكي Out and About شو القصه؟ القصه على Out and About. هلا Out and About هي مبادره طلعت من شباب اردني بيحبوا البلد وبيحبوا انهم يشوفوا البلد بطريقه تانية. بحب يشوف المجتمع الإيجابي، المجتمع اللي بيؤمن بالمحبة والسلام أكثر بكثير من أي نوع من أنواع التمييز. كل اللي بيجمعنا إنه إحنا مؤمنين إنه شبابنا بحبوا بعض، بس بدهم طريقة يجتمعوا مع بعض بأسباب. حاولنا نكون نستفيد من شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك لأنه عم تستخدم هلا في كتير طرق، جزء منها عم بيستخدموها بطرق سلبية، فحاولنا نأخذ الطريقة الإيجابية من الاستخدام تبعت الفيسبوك. حاولنا نخلق مجتمع، والمجتمع هذا هو مجتمع المحبة والسلام اللي بسموه Out and About. يعني Out and About يعني مجتمع يهدف إلى المحبة. رامي لو بنحكي محبة وسلام يعني صراحة مصطلحات كبيرة، خلينا نوقف شوي. يعني عم تحكي عن نشاطات وفيسبوك ولساتنا هيك على الخفيف وشباب عم بتحمسوا في نشاطات جدا ممتعة. يعني اللي بيفوت على الصفحة ندعوكم مستمعينا تفوتوا على Out and About، بتقدروا تلاقوها الصفحة على الفيسبوك. بس يعني الأهداف، يعني الأهداف كبيرة محبة شوي ما بعرف يعني هي تقول لي يمكن ما تكون كبيرة تحققوها ما بعرف. هلأ احنا تقابلنا مع بعض بورشة عمل للتطوير الذاتي، يعني احنا الثلاثة انا وداليا وبشار وهون تعرفنا على بعض ومن خلال الطريقة اللي تعرفنا فيها على بعض وشفنا الطلعات وشفنا المجتمع كيف ماشي حاليا، حاولنا نخلق قواعد مختلفة للناس اللي تقدر تتعرف على بعض بطريقة اللي يقدروا يتعرفوا على بعض بطريقة مريحة. فبدل ما نمسك الميكروفونات ونبلش نحكي للعالم لازم يا جماعة انكم انتوا تحبوا بعض وتعيشوا مع بعض. احنا على الميكروفونات. لا، فبدل ما نعمل محاضرات خلقنا نشاطات مختلفة تساعد الناس انها تتعرف على بعض بطريقة كتير حلوة وطريقة كتير مريحة وفعلا تخليهم يقدروا يكسروا الجمود من اول خمس دقايق بين بعض. طب حلو. طب هون لما نحكي داليا انه الواحد بيكون فيها نشاطات متعددة عم فكر فيها انه يكسر الجمود يتواصل مع الاخر يمكن يشعر بالسعادة، قديش الناس بتحسي بيكونوا متحمسين يكملوا؟ يعني ممكن سهل تدعي واحد انه يشارك معك باول نشاط، بس قديش سهل يجي يرجع على النشاط اللي بعده ويكمل؟ هو طالما انبسط اكيد رح يرجع واكيد رح يجيب كمان ناس. اها، فعم بيشاركوا بتحسي كتير؟ اكيد. قديش البنات متحمسين للنشاطات اللي عم تعملوها؟ ولا كتير بنات وشباب اثنيناتهم متحمسين. احنا عندنا مشكلة انه البنات اكتر من الشباب. كتير كتير. طب تمام، يبقى داليا عم تعمل شغل كتير اشتر منكم. رامي بشار لا الشباب عم بعمل شغل. you never know. يعني هلا بشار لما بنحكي فيه نشاطات متعددة، خلينا نحكي يعني لما بنقول انه يعني اشياء بتنشر محبة سلام سعادة تعتمد على تجمع شبابي، شو عم نحكي عن أنشطة مثل شو؟ هلا النشاطات يعني ممكن أقسمها بأكثر من طريقة احنا بس الشيء اللي عم نعمله احنا في عنا نشاطات يومية. نعم. وجز يعني احنا الأشياء حاولنا نجمع نشاطاتنا بمختلف الاهتمامات حتى يكونوا الناس، يعني أي حدا مثلا بحب الرياضة عنا كل يوم أحد عم نطلع الجروب تبعنا عم بطلع على مكان بنلعب فيه رياضة كلنا مع بعض بنلعب، والمكان بنحجزه خصيصا للAut and About. اليوم في نشاط؟ يوم يس في باسكتبول وفولي بول بنروح بنلعب مع بعض. حلو. وبكون الشباب والصبايا موجودين طبعا، يعني احنا اهم شيء دائما بنركز على انه يكون الجو العام جو نظيف الكل يرتاح فيه بدون ما يحس باي مضايقة من اي طرف من الاطراف. حلو. هلا غير الرياضة عندنا كل تنين واربعة عندنا اللاتين دانس السلسة والباتشاتا والمارينكا عم ندرب الجروب وصارنا تقريبا سنة وشوي
وكانت المبادرة بهذا الموضوع إنه يعني هي واحدة من خلينا نسميها الثقافة العالمية، هو الرقص العالمي هو مش أكيد مش من جزء من ثقافتنا، بس بنفس في ناس مهتمين إنهم يكونوا عم بيتعلموا سلسة وباشاتة، بس بيكونوا يمكن مرات خايفين أو مش عارفين وين أو إيش السكول المنيحة، ومرات بتكون مرات أشياء بتغالي كتير، فممكن يكون إنه في نشاط غير هذا الموضوع. يعني عم نحاول نكون إنه هذا جزء من المجتمع العالمي اللي إحنا عم نفكر إنه الأردن إحنا دائما إحنا جزء من العالم، فيعني لازم يعني أكيد اهتمامات مختلفة لكثير من الشباب. حلو. يعني في مبادرة كتير عجبتني، إيد على إيد رامي، شو إيد على إيد؟ إيد على إيد طلعت من الممبرز تبعونا، من الأعضاء تبعونا، في كتير بينشروا على الصفحة إنه في ناس مثلا بحاجة لمساعدة، في ناس بدنا نروح نزورهم، وبلش الأعضاء يقولوا يا out and about لازم يكون في حركة منظمة اللي نقدر فيها نساعد أكبر عدد من الناس ممكن. والناس متحمسين على هذا الموضوع، فبالتالي بلشنا ننشئ إشي اسمه إيد على إيد، وتحتيه مبادرات مختلفة. نعم. في منها إيد على إيد تعليم، وفي إيد على إيد دفع، ودائما متعامل بالمواضيع هاي مع جمعيات متخصصة بهاي المجالات. حلو. لما عم نحكي عن 8000 حدا، في عمر محدد داليا لازم يكون في شروط للعضوية؟ يعني خلينا نحكي أكتر. شروط؟ ما في شروط. ما أهلا وسهلا بالكل. الكل بيقدر، هلا أي حدا بيقدر يعمل بفوت جوين، أنتوا بتعملوا له قبول وخلص بصفد من الجروب، بقدر يشارك بكل النشاطات. طب هلا إذا إجوا 8000 على نشاط، شو بتعمل بشار؟ 8000 شو بتعمل اليوم باسكت مول؟ إذا إجوا 8000 شو بدك تسوي فيهم؟ إن شاء الله يكون في 8000 رياضي في الأردن، يعني إحنا راح نكون أكثر ناس مبسوطين. بس ما أظن إنه ساعتها 8000. بس بدنا نحكي على شغلة، يعني هي وكيف عم نستخدم الصفحة تبعتنا. هلا الصفحة تبعتنا هي يعني كيف نسميها، هي الجهة اللي بنوصل الثقافة تبعتنا، هي الإعلام تبعنا بطريقة معينة. بجوز واحدة من الأشياء اللي الخلافية دائما، وإحنا بنبعد عن الخلافات بالصفحة لأنه عم ننشر ثقافة محبة وسلام. في عنا بوليسي، يعني كيف في سياسة، في سياسة للصفحة. الإشي الممنوع بالصفحة أنه نتناقش بالأشياء الخلافية، وهي الأشياء الخلافية هي الوقت الحالي أكيد كتير الأخبار عليها، بس هي السياسة والدين. مش عم نحاول نفتح هدول المجال، هدول الملفات، لأنه مندخل في نقاشات وصعب تنتهي. فبالمحصلة حكينا لهم أنه إحنا هون يعني في كتير صفحات متخصصة بهاي الأشياء، اللي بحب يتناقش بهاي الأشياء يروح على صفحات تانية، واحنا على المستوى الشخصي بنتناقش فيها، بس على المستوى هون الناس اللي بدها تنبسط عندنا تكون موجوده هاي المساحه. يعني رامي خلينا نحكي اكثر، كيف ممكن هلا يسمعونا يتواصلوا معكم بأوت اند اباوت للمهتمين بنشاطات متعدده، ان كانت بايد بايد تعليم او ايد بايد دفع، او انكم يشاركوا بنشاطات يعني اللا منهجيه اللي عم تقوموا فيها مثل الرياضيه او الفنيه او الموسيقيه؟ هلا ممكن يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك، بيقدروا يلاقونا out and about جو. وطبعا احنا دائما موجودين بالايفنت، وكمان على ارقام الموبايلات تبعتنا اللي موجوده على الايفنتات اللي بنعلنها من وقت للتاني. نعم، يعني الكل بيكون بيقدر، انه يعني هي فهمنا من داليا ما في شروط، الكل مدعو انه يكون عم يعني بيعيش بعالم من الفرح. وحلو حبيت فكرة أن النشاطات متوزعة على الأيام، يعني أنه كل واحد فينا يمكن جدوله يكون كتير مضغوط، بس بيقدر يسرق ساعة أنه أنا اليوم بدي أعمل شيء مختلف. بالضبط. حتى طريقة الديزاين مثلا، في عنا احنا ورشات عمل للتطوير الذاتي. حلو. وهاي الورشات العمل برضو ما بنعملها بطريقة 10 ساعات 5 ساعات كل يوم، بنعملها ساعتين أسبوعية. حلو. يعني فعشان يقدروا الناس اللي يقدروا ييجوا وهدفنا الأساس، وهدفنا الأساسي هو تطوير الذات. يعني إحنا اللي عم نعمله إنه نطور حالنا ونطور اللي حوالينا ونطور المجتمع تبعنا، على أساس نكون إيجابيين أكتر بالتعامل مع الظروف اللي حوالينا. يعني أتمنى لكم التوفيق، تحية لكل 8000 ممبر الموجودين على Out and About. إحنا منحييهم من هون كمان، وشكرا لحضرتكم إنه استضفتونا اليوم. هذا واجبنا. لا بالعكس، إحنا سعيدين فيكم وسعيدين بإيجابيتكم وبنفسكم على الصباح. داليا بشنا صباح الورد لك، نورتينا. وبشار حدا صباح الخير لك، يعطيك العافية. رامي دولي أهلا وسهلا فيك. شكرا كتير لك. ويعني
أوت أند أباوت، نشاطات متعددة، وأنا شخصياً صرت منبر. صباح الورد عليكم. هي الآخر شيء لازم نحكي إنه إحنا الشعار تبع الجروب تبعنا هو Together in Love and Peace، which is هدول الأشياء التنتين اللي هي المحبة والسلام، ودائماً إن شاء الله الأردن وإحنا وإنتوا كلكم في محبة وسلام إن شاء الله يا رب. يعني المهمة صعبة ولكن ليست مستحيلة، وبهيك نفس ممكن نوصل لأماكن كتير أجمل وكتير تنتشر فيها المحبة والسلام. صباح الخير عليكم. شكراً.